تفاصيل ميركاتو فريق الأحلام للأهلي والسوبر في السعودية وتطورات أزمة الزمالك ومرموش بيتحدى حسام حسن. أنا هايدي عادل ودي حلقة جديدة من برنامج خدها مني. زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن ميركاتو الأهلي والزمالك وقلنا أغلب اللعيبة اللي معروضة دلوقتي على الإدارة في الفريقين، يجي دلوقتي بقى الدور إني أقول لكم إيه فعلا الصفقات اللي تمت أو هيتم الإعلان عنها الفترة اللي جاية وتحديدا في النادي الأهلي، وده لأن هم اللي شغالين بقوة دلوقتي في ملف الصفقات. وأحب أقول لكم إن بنسبة كبيرة قوي صفقة الجزائري زين الدين بالعيد شبه انتهت رسميا، واللاعب قريبا جدا هتشوفوه لابس تيشيرت النادي الأهلي، ومعاه محمد النني اللي بلغ إدارة التعاقدات إن لو ما فيش عرض أوروبي ليه بعد نهاية عقده مع أرسنال هتكون الأولوية لبيته القديم وهو النادي الأهلي. الأيام اللي جاية هتبدأ المفاوضات الرسمية بين القلعة الحمراء ونادي البنك الأهلي لضم أسامة فيصل مهاجم الفريق ونجم الزمالك السابق، لأن كولر مقتنع جداً بإمكانيات اللاعب ومصمم على التعاقد معاه. ده غير بقى نجوم كتير اتكلمت عنهم قبل كده زي إياد العسقلاني ومصطفى العش مدافع نادي زد، لكن في أسماء كتير تم طرحهم خلال الأيام اللي فاتت زي مصطفى أشرف وعدي الدباغ ومحمد كوناتي ويحيى عطية الله، وإنهم وقعوا خلاص للنادي الأهلي. لكن أنا بأكد لكم إن ده ما حصلش تماماً، وكان في مفاوضات فعلاً معاهم لكن توقفت من فترة. ومن الأهلي بقى نروح للزمالك، واللي بعد الفوز بالكونفدرالية الإفريقية على طول اتبلغوا إن في وقف قيد جديد بسبب مساعد فريرا واللي ليه مستحقات حوالي كده 100,000 دولار، لكن من مصادر مؤكدة من مجلس الإدارة أكدوا إن كل الأزمات دي هتتحل قبل نهاية النسخة الحالية من الدوري. لكن كل التركيز دلوقتي داخل نادي الزمالك على حل أزمة القيد مش التعاقد مع صفقات جديدة. لسه مكملين مع الأهلي والزمالك وهنجاوب على سؤال عدد كبير جدا من متابعينا اللي بدأوا من دلوقتي يفكروا في مباراة القرن الجديدة، لأن لو إن شاء الله الأهلي كسب دوري أبطال إفريقيا وبقت الأندية المصرية هي اللي مسيطرة على كل البطولات الإفريقية فهيكون في بينهم مباراة سوبر مع بداية الموسم الجديد. لكن السؤال هنا بقى، يا ترى هو هيتلعب فين؟ والإجابة وبناء على العقد اللي وقعه الكاف السنة اللي فاتت فالمباراة هتكون في السعودية زي النسخة اللي فاتت اللي خسرها الأهلي أمام الاتحاد العاصمة الجزائري، لأن العقد بينص على لعب المباراة في السعودية لمدة 5 سنوات. ونروح بقى لخبرنا الأخير وهو تصميم عمر مرموش وإدارة ناديه على إنه يعمل العملية الجراحية في إيده، وهو بالفعل عملها علشان يغيب بشكل رسمي عن معسكر المنتخب اللي جاي اللي هيتلعب فيه مباراتين في تصفيات كأس العالم، رغم إن مدرب المنتخب حسام حسن طلب من مرموش إنه يأجل العملية، لكن في النهاية ده ما حصلش. كده خلصت أخبارنا النهاردة، لكن مستنية أشوف توقعاتكم أنتوا لمباراة الأهلي والترجي في الكومنتس، وطبعاً بنتمنى كل التوفيق للأهلي لأنه بيمثل مصر في البطولة علشان نسيطر بقى على كل البطولات الإفريقية.